السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشكيلات اللي حضرت في اطار تحضير الحلويات العيد. ان شاء الله انا غادي نشارك معكم العجينه ديال الصابلي المعتمده عندي واللي ما عمرها ما حشمتني، عجينه اللي ناجحه جدا. الصابلي ديالكم كيجي هشيش مقرمش وما كيتهرسش وما كيدي فورماج في الفران. نتمنى انكم تعتمدوا هذه العجينه هذه لانها فعلا ناجحه 100%. اللي حتى اللي اول مره غادي تصاوب الصابلي الا تبعت الطريقه ونفس المقادير غادي تنجح لها هاد العجينه هذه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده مارغرين، جوج ديال البيضات، غادي نحتاج كاس ونص ديال سنيده، جوج كيسان ديال الزيت نباتيه، كاس معمر ديال النشا. غادي نحتاج النكهه ديال البسكوي ولا النكهه ديال الناطا، واستعملوا اي نكهه بغيتو. عندي ساشي ديال الخميره الكيماويه 7 غرام، وعندي كيلو ديال الدقيق ما غاديش ندخلو كامل. اول حاجه غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح مع الزبده مارغرين، وغادي ندير نضيف عليها كاس ونص ديال السكر سنيده، غادي نضيف جوج كيسان ديال الزيت نباتيه، وغادي نخدم هاد الزبده مع السكر والزيت مزيان. غادي نخدمها بالضراب الكهربائي كما كتشوفوا حتى تولي لي على شكل كريمه. هذا هو السر ديال النجاح ديال العجينه ديال الصابلي، وهو خصكم تخدموا الزبده والسكر والزيت مزيان مزيان مزيان، يعني استعملوا الضراب الكهربائي الا كان عندكم، غادي يسهل عليكم الخدمه. ما كانش عندكم فتخدموها بيديكم مزيان حتى تولي لكم على شكل بوماد. من بعد غادي نضيف جوج ديال البيضات، وغادي نطرب كل شيء مزيان، غادي تولي عندي بحال الشكل ديال الكريمه. صافي، غادي نستمر هكا في التخلاط عاد، وغادي نزيد باقي المكونات. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها. هنا غادي نضيف النكهه ديال البسكوي والنكهه ديال الفاني، جا فيهم واحد المذاق رائع، النكهه ديال الفانيلا والنكهه ديال البسكوي. وغادي نولي نزيد نطرب، من بعد غادي نضيف هذاك نص كاس ديال المايزينا، هنا تقدروا تضيفوا واحد المعلقه ديال الجليكوز غير باش تتفاداو ان الجليكوز كيخلي الصابلي ما يتهرسش ليكم في الفران، ولكن كونوا على يقين راه واخا ما درتهاش راه ما تهرس ليش الصابلي نهائيا، حتى حبه ما تهرست وبقى هو هو. صافي، هنا من بعد ما ضفت هذاك النص كاس ديال النشا وطربت مزيان، غادي نخوي الخليط ديالي فواحد القصعه اللي كبيره، وغادي نبدا نجمع. هانتوما كتشوفوا القوام كريمي. هنا كنت غادي نخلط صراحه غير في هذاك البول، ولكن جاني صغير ونقلت درت الخليط ديالي في القصعه. هنا ضفت نص معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. بالنسبه الحاجه الثانيه اللي كتخلي الصابلي ينجح هو اننا ما ندلكوهش، كنبقاو هكا كنضيفوا الدقيق وكنجمعوا بهذه الطريقة هذه حتى كتجمع لنا العجينة. هاد لوبول جاني صغير عذبني، داكشي علاش غادي نقلو وغادي نكمل الجميع ديال العجينة ديالي. صافي، هنا غادي نكمل كما قلت لكم ما تدلكوش العجينه ديالكم، فقط غادي نبقاو هكا كنردوا كنخويو الدقيق وكنردوا العجينه على بعضياته حتى يتجمع فقط برؤوس الاصابع. انا هنا عندي العبار كيلو ديال الدقيق اللي عبرته وزنته وغربلته، ولكن
الدقيق اللي كنستعمل انا كيشرب، يعني ما غاديش ياخذ لي كيلو كامل، يعني فقط غادي تاخذ لي واحد تقريبا واحد 850 غرام ديال الدقيق. انا كنستعمل دقيق الاتقان، وانتم شوفوا النوعيه اللي موالفين كتستعملوها. هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا، صافي يعني جمعتها، غادي نديرها فواحد البلاستيكه. ها انتم شوفوا شحال بقى لي، غادي نجمعها نديرها فواحد البلاستيكه وغادي نخليها ليله كامله. تقدروا تخلوها على الاقل واحد الخمسة د السوايع عاد تبداو تخدموا بها. انا خليتها ليله كامله صراحه، ما عذبتنيش في الخدمه، من الاحسن. انا كنت عجنتها هنايا بالليل، صافي. من بعد انايا كنت جبتها بديت نخدم بها، بسطتها بالوراق عادي، السمك اللي بغيتو، المراشم كتخدموا باللي بغيتو. انا درت هاد الشكيلات هادو كما كتشوفوا. بالنسبه للطياب ديال الصابلي، الفران يكون سخون مزيان، من بعد كتنقصوا له كتخليوه يطيب على واحد النار اللي هي مهيله بزاف، ما تجهدولوش النار نهائيا، كتنقصوا له صافي، كتخليو الصابلي ديالكم يطيب على خاطره. هنا كتستعملت انا هاد المراشم هادو، نتوما استعملوا المراشم اللي بغيتو كما كتشوفوا. هنا استعملوا اي مرشم اي شكل بغيتو، نتوما عارفين ان راه كاين بزاف ديال الشكارات ديال الصابلي، العمد على العجينه تكون ناجحه. بالنسبه لهاد الطرف ديال العجين هذا، ضفت له الشوكولا فيرميسيل، هذا اللي غادي نطيبو في السيليكون. غادي نوريكم غير الطريقه باش طيبوا الصابلي ديالكم في السيليكون، في القوالب ديال السيليكون. كنديروه بهاد الطريقه هادي، حتى هاد الشكل راه كيجي زوين بزاف. صافي كندير كويرات من العجين وكنديرهم في القالب ديال السيليكون باش ياخذ لي الشكل اللي بغيت. فانا درت هاد الشكل اوفال، وغادي ندير الشكل الدائري حتى هو. حاولوا تنظموا الخدمه ديالكم وتقسموا على راسكم الخدمه. فانا ملي عجنت العجينه بالليل، يعني الغد في الصباح، فقت مباشره، يعني غير شكلتها وطيبتها هكا باش ما تعياوش وتنقصوا على راسكم تماره. صافي غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. غادي نوريكم غير الطريقه باش تطيبوا السيليكون ديالكم في الفران. غادي تجيبوا واحد اللاطه اللي غادي تطيبوا فيها، تفرشوها بورق الطبخ، وغادي تشدوا السيليكون ديالكم وغادي تقلبوه. فهاد اللاطه الصراحه جاتني صغيره، انا درت في واحد الصينيه اللي كبيره ديال الفران. غادي نوريكم غير الطريقه، غادي تشدوا السيليكون وغادي تقلبوه بهذا الشكل هذا، وغادي تدخلوه يطيب. العافيه غتكون من التحت، فاش كتحسوا به طاب من التحت غتحيدوا داك السيليكون وغادي تنزلوا الصني ديالكم لتحت الفران جهه التحتانيه باش يتحمر من الوجه ديالو. بنفس الطريقه غادي نطيبوا حتى هذا السيليكون هذا، وهنا هذا الشكل الدائري حتى هو غادي نطيبو. صافي هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالي بعد ما طاب. هانتوما كتشوفوا ما تغيرش الشكل ديالو نهائيا، ما ديفورما ما حتى شي حاجه. هانتوما جات الحبه قد اختها، العجينه اللي هي ناجحه. نتمنىكم انكم تجربوها. كما سبق لي وذكرت، فالمراشم ديال الصابلي راهم بزاف الاشكال والانواع. هذا هو الشكل ديال اللي طيبت في السيليكون، هانتوما كتشوفوا كيفاش جا. بالنسبه لدوك الحفرات اللي في الوسط غادي نعمرهم بالشوكولا السوداء، تقدروا تعمروهم بالكراميل وتزينوهم باش ما بغيتوا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا صراحه ما بقاليش الوقت باش نشارك معكم الفينيسيون كامل، ولكن نعمد على العجينه ديال الصابلي ولا الصابلي ديالكم ما يخسرش في الفران. بالنسبه للمراشم ولا الطريقه ديال التزيين والفينيسيون كتبقى اختياريه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. لاول مره تدخل القناه ديالي ما تنساش تشترك وتضغط على زر الجرس باش يوصلها كل جديد. والى اللقاء مع فيديو اخر.